وبعد استفتاء استمر لمدة أسبوع رح نعلن أكيد عن النتيجة اليوم، من هي نجمة السوشيال ميديا بالخليج مثل ما شفنا أربع نجمات. وقبل ما نكشف عن اسم الرابح خلونا نحيي ضيفنا اليوم، رح نحكي أكثر بالتفصيل عن هالموضوع وأيضا كمان تأثير السوشيال ميديا على انتشار النجوم ونجاحهم. بينضم لنا الخبير بالتصويق الإلكتروني جوزيف يعقوب. أهلا وسهلا فيك جوزيف. أهلا وسهلا فيكم، ميرسي ميرسي على الاستضافة، وناطر هلا النتيجة. النتيجة كمان. يلا خلينا نشوفها بهالتقرير، مين هي الرابحة؟ أكيد. بعد أسبوع شهد على حدة المنافسة بين النجمات الأربع حليمة بولند، شيلاء سبت، مريم حسين وأمل العوضي، وتصويت كثيف للنجمات الأربع عبر صفحات بي لايف على مواقع التواصل الاجتماعي. إليكم الآن نتائج الاستفتاء. من بي لايف، ألف مبروك لشيلاء سبت نجمة السوشيال ميديا في الخليج العربي بحسب اختيار الجمهور. دائما أي فنان أو أي شخص لازم يكون عنده ناس تحبه وناس ضده، فأي موضوع في الدنيا مو بس الإنسان، يعني أي موضوع لازم في ناس معه وناس ضد. ألف مبروك شيلاء سبت، 40% عن نسبة التصويت. رح ندخل أكثر بالتفاصيل معك جوزيف عن شيلاء تحديدا، وقديش هي أكتف على السوشيال ميديا؟ إيه هلأ هو حتى نسبة المعجبين أنا اللي لاحظته كمان كتير عالية على السوشيال ميديا تابعة لشيلاء، يعني على إنستغرام تقريبا رح يصيروا 2 مليون متابع على إنستغرام، وهي شخص أكتف يعني عم بتحط كتير أخبار من كل شيء، من كواليس حتى مسلسلاتها عم بتحطهم على السوشيال ميديا، حتى أخبار شخصية عم بتشاركهم على السوشيال ميديا. عندها نسبة من المتابعين كتير عالية على السوشيال ميديا، ويمكن هالكم من المعجبين هن اللي خلوها انه تكون هي تحتل المرتبة الأولى من بين التصويت، يعني من بين الأربع أشخاص. يعني اللي كانوا الأربع حتى كمان حليمة وأمل العوضي ما كان في كتير فرق بين بعض، يعني صح. لا هو أنا يعني إذا بدك النتيجة منا نهائية بحس، لأنه لو طولت بعد أطول بيصيروا يتجمهروا الفانز أكتر، بس لأنه بفترة جمعة كمان يعني أوقات بيكون في فانز أفيلبل، أوقات لا، يعني حسب قد بيقدروا يجمعوا بعضهم. صح سو هيدا الشيء بيلعب كمان دور يعني، بس لا اسم الله عليهم الأربع مشاهير كمان عندهم بريزنس كتير عالية على كل المواقع التواصل. طب جوزيف شو اللي بيخلي هالقد شيلاء سبت يكون عندها عدد من المتابعين؟ لأنه بتنشر شوي أخبارها الشخصية، أكتف كتير يعني بالنهار بتنزل كتير فيديوز، وفي ناس معه وفي ناس ضد مثل ما قالت، حتى في ناس تنتقدها كتير. صح مزبوط. هلا إذا فيني أقول المرتبة الأولى هو الجمال. سو الجمال بيلعب كثير دور، هي ما بننسى انه ملكه جمال يعني، فاكيد صحيح. كمان نسبه المعجبين بجمالها كمان رح يكون متواجد. بذات الوقت انا اللي لاحظته هالفيديوز اللي هي عم بتنزلهم يعني عندها كثير فيديوز مش بس صور، سو الفيديوز هلا عم يلعبوا كثير دور بالسوشيال ميديا، بحسوا العالم انه لا عم بيشوفوا الشخص على طبيعته على تصرفاته. وحتى كمان هلا اذا بدنا نحكي اذا بدكم تكنيكال على فيسبوك على انستغرام على كل مواقع التواصل صاروا الفيديوز عم ياخذوا رهجه اكثر من صح. الصور هلا سناب شات كمان اللي لاحظته عن شيلاء انه كثير عم بتنزل فيديوز وعم بيكونوا كمان فيهم عم تعتمد التكنولوجي ببعض الفيديوز الفلترز كل هالاشياء، فعم بخليها تكون سباقه ببعض المواضيع اللي عم بتنزلها من ناحية الشكل. وبذات الوقت كمان نسبة المعجبين اللي عم يتفاعلوا معه، ويعني تقريبا اخر هلا بوست من شوي 9000 لايك على انستغرام، سو كمان منه هين الرقم بالنسبة لها. وبذات الوقت بحس هالأخبار الشخصية اللي دائما بتنزل كمان هيدي بتجذب الناس انه يتابعوا، لأنه الناس بحبوا إذا بدكم اللي يكونوا دائما أول ناس،
يعني أنا بحب شوف شو عم بيصير ورا الكواليس تبع المسلسل الرمضاني، ما بيهمني بس أحضره على التلفزيون، يعرف عن شخصه أكثر. صح، وما بيهمني بس حدا يقول لي إنه هلأ في مسلسل، لا بدي أعرف شو عم بيصير من وراء الأشياء، الهفوات، الضحكات، كل هول الأشياء كمان مهمة، وهول من الأشخاص اللي عم يعملون الأربع كمان نجوم من أشياء عم بتصير وراء الكواليس، هيك الواحد بيتعرف عليهم بشكل أحسن أكثر. طب بترد على المتتبعين تبعولا، يعني بترد عليهم هل هي مطرح بتدير الأكاونتس الخاصة فيها ولا لا؟ هلأ في مطرح لاحظت أنا أنه في بعض الردود، في بعض الردود، وخصوصي وقتها كمان تنفعل بمطارح انه الناس اذا اذيوها بالحكي او حكيوا اشياء مش منيحه تقدر تهددهم بالبلوك او تهددهم بانه ينسحبوا من حساباتها، سو هيدا الشيء موجود. هلا بصراحة ما عندي معلومات إذا في شخص مستلم للأكاونت ولا هي، بس مبين يمكن من طريقة الأشياء اللي عم تتنزل إنه هي كشخص موجودة شخصية، لأنه إجمالا يعني ما في حدا بيقدر يحكي عن التاني، دايما في التاتش الشخصية، في شخص يمكن بيقدر يوجهك بس ما بيقدر دايما يحكي بطريقتك، ينوب عنك، خصوصي بكيس السليبرتيز. سو لا حسيت في هيدي التاتش الشخصية. وبكيس السليبرتيز والسوشيال ميديا قديش خدمت بانتشار النجم أكثر، يقرب المتابعين لقلو، يعني عم نشوف كم من الصور حياتهم اليومية، حتى هن بالجيم يعني بشكلهم كتير بيروجوا لحالهم كمان، عم بيروجوا لحالهم. ايه صح صح، السوشيال ميديا كتير لعبت دور. كيف عم تخدم الفنان أكثر؟ صح، المشكلة أنا اللي عندي هي مع الفنانين كيف عم يستعملوا السوشيال ميديا، بحس بمطرح من المطارح الفنانين بعالمنا العربي بعد ما عرفوا يستفيدوا من السوشيال ميديا بشكل إذا بدكم تسويقي أكثر، يعني صاروا بس عم بيتنافسوا على قصة الأرقام، هي مش بس الأرقام، هي الانتراكشن اللي عم بتصير، هو قد ايه انتم عندكم تأثير على هالمعجبين انه يعملوا ستيبس تانيين. يعني مثلا فينا ناخذ موضوع يمكن الرياضة، انه انا مش بس بنزل صورة اني عم بعمل الجيم، انا بده يكون في هدف من وراء هيدي الصورة، انه شجع العالم على الرياضة، شجعهم انه يوقفوا تدخين، لانه انا بدي اعرف كمان كموقعي كسليبرتي عندي تأثير على هول الناس، في كتير ناس بيتأثروا بالسليبرتي وعلى الجيل الجديد بيتمثلوا، وهيدا اللي عم نشوف، يعني حتى اذا بنشوف انترناشونال وايز وقت عم يعمل شيء سيلبرتي غلط على السوشيال ميديا، صح، عم يلحقوا كل الفانز بهيدي الطريقه الغلط. سو كمان انا بطلب هون يمكن من المشاهيرنا بعالم العربي انه يستفيدوا من ناحيه السوشيال ميديا لمواضيع عن جد بتغير حياه العالم، يعني حتى فيهم يدعموا جمعيات، فيهم يدعموا قضايا، يعني صح، بتحس يعني كلهم نفس الشيء، صح، مزبوط، واكثر مركزين يمكن صاروا على الشكل اكثر من يعني من سيلفيز، فيديوز، حتى في فيديوز هني وعم بيسوقوا السيارة، يعني يعني هيدا غلط، يعني فهول القصص لا بالعكس ينتبهوا شو عم يعملوا على السوشيال ميديا، وهيك ساعتها الرقم ما بتعتلي همه، يعني الرقم بتصير تركزي انه هيدا الشخص عن جد عم بيأثر على العالم، سو من هيك انا بدي جيبه على المهرجانات، بدي نزله ألبوم، بدي اخده اتبنيه كإنتاج، كل هالقصص. وهلأ هالسليبرتيز كمان الجديد اللي ما عندهم شركات إنتاج صاروا عم يلجأوا للسوشيال ميديا تيسوقوا لحالهم، وقت يوصلوا لمرحلة بدهم يجوا عن شركة الإنتاج يقولوا لها نحن عنا هالقد عالم متابعينا وهالقد عالم ناطريننا بكل شيء عم نعمله. صح صح، بس منشوف كمان الانترناشنالز أو الانترناشنال سينجرز مثلا جاي لو أو حتى أنجلينا جولي، يعني كمخرجة وممثلة مش ما عندهم أكاونتس على السوشيال ميديا أو على مواقع التواصل الاجتماعي، بتلاقي إنه الفانز تبعهم هن فتحين لهم الأكاونت وبيبتعدوا عنها لأنه بيعتبروها هي سيف ذو حدين، كيف يعني؟ بس بدي الفت لك نظرك انه حتى لو منهم موجودين، موجودين الفانز خلقين لهم بس بيتابعوا اكثر من الاشخاص اللي موجودين، بس لانه يمكن بحبوا بمطرح انه يحموا حالهم، حتى انه مش انا اللي عملت، مش انا اللي حطيت الصوره، مش انا اللي كتبت الرد، سو هيك بيحموا حالهم بمطرح من المطارح من المشاكل اللي بتصير، صح، من وراء السوشيال ميديا، خصوصي بين فانز فنان وفنان تاني. انا ما بنكر إذا بدكم الفضل تبع الفانز
بصفحات بعض الفنانين، يعني حتى في بعض الفنانات العربيات عندهم صفحاتهم بس هن مسلمينهم للفانز صاحب تحت اشرافهم بمطرح من المطارح، لانه بالنهايه هالفانز كمان من وين بده يجيب الاخبار اذا ما عنده من الفنانين بده يجيب اخبار اكثر من الصحافه. صح صح, صح, صح. فلا في لازم كمان الفنانات بمطرح من المطارح في نوع اكونتات معين مثل فيسبوك بتقدر تحطي كذا شخص صحيح. على الصفحه سو في يكون ادمن سو فيني انا اعطي مجال لهالفانز هن كمان يستلموا عني جزء كبير من الشغل على هيك نوع صح من المواقع. صح وقت يعني عن جد منا هين تضلك عم بتتابع كل شيء جديد. اكيد على سيره الفنانات رح نشوف احدث اعمال الفنانه حكمت وهيك بننتقل كمان على التايمينج تيبل. يلا خلينا نتابع سوا. نزار يونس تفضل شو حضرتنا لك؟ اول شيء هذا كشك زياده اذا بنعمل رشه. اول شيء بدنا نحكي عن الريزوتو. عملت الريزوتو حطيت لها مرقه الستوك دجاج تشيكن ستوك وحطينا لها الكشك تاتش تبع الكشك. عاده الريزوتو بيعملوه بالكريم او بالحليب او شيء، الكشك هو من مشتقات الحليب، حطينا فيه الكشك وعملناه بصوص بطريقه فيوجن لبناني مع ايطالي. وبالنسبه للدسير هي عباره عن كريم ويبينج كريم حطيناه اوكي حطينا لبنه ورجعنا حطينا البسكويت والمربى اللي فاز. ساعتين جوزيف ساعتين جيرين يعطيك الف عافيه. وطبعا طبعا قبل ما نختم حلقتنا بدنا نقول لك جوزيف عبد ال 100 سنه اليوم عيد ميلادك. ثانك يو 29 29 لانه انجازات بفتره على 29 زعبر على الهواء ولا انه لا 29 اوفيشال. اوكي رح نحتفل اليوم هلا رح احتفل معكم من عشيه ما بعرف يعني هيدي طلب للاصدقاء اذا عندكم شيء قولوا لي. انت شخصيا بتشارك اخبارك ونشاطاتك على السوشيال ميديا او لا؟ ايه اكيد اكيد عندي صفحاتي على السوشيال ميديا تقريبا فيهم 24000 في بعض منافسه بيني وبين الفنانين على فيسبوك تقريبا 24 على تويتر 26000 صار اسم الله سناب شات مبعد هول كسبنينهم هيك مش شاريينهم هيدا اهم شيء هول ريل مثل الفانز كمان تبع بي لايف يعني هن كلهم ريل فانز اكيد هيدا بتحدى حدا يعمل تيست وبيقدر يعرف اكيد اكيد ما عندنا شك عبال 100 سنه جوزيف بتمنى لك كل الخير ان شاء الله كل شيء بتتمنى يا رب يتحقق. ميرسي لكم. ثانك يو شيرين لك كمان وشكرا قريبا جدا. ثانك يو. ثانكس لكم. والشكر الاكبر بيكون لكل المشاهدين. بنتمنى لكم ويك اند ممتع. نحن بنلاقيكم اذا الله راد نهار الاحد. كونوا كثر على الموعد. باي باي. Open your door, stick your head out and yell. I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together?